من يحمل هذا القلب الإنساني ويهمه هذا الشعب ويشتري له الخيم كان أولى فيه لو قبل عامين وقف على الحدود في القنيطرة ومنع الجيش الإسرائيلي من إدخال السلاح والعتاد والأموال إلى هؤلاء الإرهابيين، لربما لم نرى هؤلاء النازحين من بيوتهم من نيران الإرهاب الذي طغى عليهم مدة 5 أعوام الآن بجانب الجدار الحدودي. وأنا أريد أن أطمئن إسرائيل والإسرائيليين كمان، ولا أي نازح سوري سوف يتعدى الجدار ويأتي إلى إسرائيل. موضوع هو يعني إخلاء الإرهابيين من المناطق سكنهم ويعودوا كما عادوا من الأردن أكثر من 200,000، وهذا بشهادة الأمم المتحدة أيضا، عادوا إلى منازلهم خلال اليومين الماضيين في منطقة درعا. نعم، فيعني كان أولى أنه لا نرسل هذه الأسلحة ولا نقصف، والجيش الإسرائيلي لا يقصف المواقع السورية ويساعد الإرهابيين على مدار 7 سنوات، وهناك كانت أيضا عمليات كثيرة لا نريد الفصح عنها. إذا ماذا يستطيع تقديم بوتين لنتنياهو؟ بوتين لم يقدم شيء إلى نتنياهو، ونتنياهو سوف يذهب إلى زيارته ويعود كما كان. المخاوف الإيرانية وكأنما هي متواجد بسوريا، من يخاف من إيران يتفضل يقوم في حرب مع إيران. الإيراني متواجد شرعيا على الأراضي السورية، الإيراني لا توجد له معسكرات أو مؤسسات أو جيش أو كتائب أو دبابات على الأراضي السورية، هم متواجدين شرعا على الأراضي كما الروس متواجد. الهوس الإسرائيلي من الإيراني وكأنما الإيراني والإيراني هو يعظم الشأن الإيراني أكثر. فيعني أنا لا أفهم، هل بالطائرات وبقصف T4 وقصف هذا سوف نطرد الإيرانيين من سوريا؟ أنا لا أعتقد ذلك. بوتين صرح لنتنياهو بأنه التواجد الإيراني متواجد هناك، وتحدثنا أيضا عن بعض الموانئ الذين أو المعسكرات الذين أنشأوها في شمال سوريا أو كانوا يرغبون في إنشائها في شمال سوريا. بوتين لا يستطيع أن يقول للإيراني اخرج من سوريا لإرضاء نتنياهو. نتنياهو عليه أن يرى الوعود بوتين بأنه الإيراني لا يقترب من الحدود، وهذا وعد بها بوتين في اللقاء السابق. فنحن لا نعرف ما الإسرائيلي يريد. هل الإسرائيلي فعلا نتنياهو وليبرمان يريدون أن يجروا كل الشعب الإسرائيلي لحرب هي مش مفهومة نتائجها ولماذا؟ هل أنه بهذه الحرب سوف يشنوها، سوف يطردوا الإيراني من سوريا وكل المناطق الإسرائيلية والمدن الإسرائيلية تكون تحت الصواريخ؟ أنا يعني لا أفهم نتنياهو ولا أفهم ليبرمان، ولكن ما أعتقد هو بالونات إعلامية لا أكثر ولا أقل. أردت التعقيب. أنا خايفة لأجيش يجب أن أرد أن لا أتفق مع تقول، وأريد أن أذكر المشاهدين بعض الأمور التي حدثت. على سبيل المثال، طائرة مسيرة إيرانية مسلحة التي جاءت في شهر فبراير من سوريا وطارت إلى الجنوب الإسرائيلي. لا يسمعون. ليش الترجمة؟ دكتور حسن لا تسمع أنت ولا دكتور حسن. اعتراف قائد السلاح الجو 100 مرة ضربته بسوريا، فإذا جاكم المصلات من إيران أمت الدنيا. طائرة بدون طيار. يعني أنتوا تضربوا وغيركم ما يضرب طائرة من غير طيار وفاضي في شيء. سأعطيك خلي منطق، خلي أحكي للمشاهد إيش دكتور حسن. سأعطيك اليوم الطائرات ليه عرسوا الريشة كانوا تضربوا كيفتهم بسوريا. سأعطيك الدكتور حسن تفضل. قبل أسابيع قليلة في فجر يوم السبت حاولت إسرائيل أن تطلق 20 صاروخا تجاه إسرائيل ولم تنجح بذلك، لم تنجح ولكنها حاولت. دكتور حسن لحظة، اليوم تضرب الصاروخ بيجيك 10، معادلات هاي انتهت، وعلى القيادة الإسرائيلية أن تفهم هذا الشيء، وفي رسائل إيران بعتتها. دكتور حسن سترجم تعطيك رد بدك. ما يجب أن نفهمه أن إسرائيل لا تخشى من إيران، ولكن إسرائيل واعية لتواجد إيراني في سوريا وتعرف المخدرات والاحتمالات وتعرف الذراع المسمى حزب الله. لذلك أن دور إسرائيل فهو أن تهتم وتضمن بأن لا تأتي هذه التهديدات وتصل إلى هنا. بالطبع أن يوجد تواجد إيراني في سوريا كما شاهدنا 20 صاروخا التي حاولت إيران أن تطلقهم تجاه إسرائيل. إن البنى التحتية لإطلاق الصواريخ كانت سيئة لهذا الحد لأنها لم تستطع أن تصب أي هدف. لا أقول أن إيران نقلت كل معسكراتها من إيران
إيران إلى داخل سوريا، ولكن تواجدها هناك هو واقعي وموجود، والتوجه الأيديولوجيا والتمويل كلها موجودة في سوريا في لبنان منذ عدة سنين، وبطبع اليوم في سوريا أيضا. مسألة بوتين فقط ملاحظة واحدة، لا أعرف ماذا سيكون في هذا اللقاء، ولا أعرف ماذا سيتم تناوله في هذا الاجتماع، ولكن مجرد استقبال رئيس وزراء إسرائيل مرة تلو الأخرى لدى بوتين لمناقشة شؤون مواتية لبوتين ولدولة إسرائيل والمنطقة أجمع، هذا يظهر أكثر مما هو خفي. تفضل.